سعد الله اوقاتكم مشاهدينا الكرام واهلا أهلا. وسهلا بكم في حلقه جديده مع برنامج رواد الاعمال كما عودناكم في كل حلقه ان نستضيف رجل او سيده اعمال معنا اليوم رائده الاعمال مدام دينا من فاشن جاردن نعم اهلا, أهلا مدام سن. اهلا فيك بدايه شكرا جزيلا لتواجدك معنا بالبرنامج ونتمنى تعرفين المزيد عنك وعن البزنس الخاص فيك آه، مرحبا اسمي دينا غريب آه، صار لي تقريبا 23 وعشرين سنة بدبي أنا جيت بسنة الألفين آه، وبعتبر دبي يعني بيتي تاني صار أنا أصلا من لبنان آه، أنا أم لثلاثة أولاد آه، عندي بنتين وصبي وأول آه، ما بلشت بالبزنس بلشت بالألفين وثلاثة فتحت أول محل ببرجمان وثاني محل فتحته بمول الإمارات بالألفين وخمسة آه كان بس تحت غير اسم اسمه برايس آه هالسنة فتح دبي هيلز مول سو so وغيرنا الاسم آه صار اسمه فاشن جارديم وفتحت بأوغست آه آه بالمول هون نحن سبيشلايزد اكثر شيء بسويم وير والريزورت وير يعني كل شيء متخصص بالبحر وبالفيكيشنز آه الواحد اذا اذا عنده فيكيشن اذا عنده آه ديستنيشن uh, بده يروح سمر uh, ديستنيشن ومثل ما بتعرف دبي يعني كل السنه نحن سمر uh, منشان هيك فكرت uh, انه من الاول افتح uh, هيك كونسبت يعني uh, شيء خاصه بالبحر وبالسمر so سو هيك بلشت معنا جميل جدا طيب ممكن تعطينا المزيد من التفاصيل عن البرودكتس والكاتيجوريز اللي انت بتأس... اللي انت مصممتيها واللي بتبيعيها uh, نحن متخصصين اكثر شيء بتياب البحر وبالريزورت يعني كل شيء خصو بالبحر مايوهات أبس، اكسسरीज شنط صنادل هاتس، يعني وكمان عندنا كل شيء يخصه بالديستيشن للفيكيشن يعني اذا واحد بده يروح فيكيشن سمر فيكيشن بيجي لعنا بيتبضع فروم A تو Z يعني عندك من المايو للفستان لتياب السهره لكل شيء بيتوجب للواحد يقدر يسافر آه هلا عندنا كمان آه عندنا مان وومن احنا مش بس آه وومن سو so عندنا مان وومن وكيدز يعني وكمان سبيشاليزد انه فادر اند سون او مادر اند دوتر يعني مثل بعض الميويات آه شو اللي بي شو اللي بنحنا بميزنا آه اول شيء آه كل بضاعتنا من البرازيل سو اذا ما ما بتعرف البرازيل uh, كثير بلد كولورفل uh, وبحبوا الحياه وبحبوا يعني بحبوا الفاشن خاصه الفاشن تبع البحر يعني سو so, نحن بنجيب بنجيب تبعونا uh, وير تبعنا كلهم uh, معهم كفر uh, ابس او تنانين يعني وي كومبليت ذا لوك يعني المايو دائما معه شيء بيزبط معه سو so, uh, ونحن اكسكلوزيف بدبي يعني ما بتلاقي بضاعتنا غير عنا بدبي وموجودين كمان اونلاين يعني الواحد اذا اذا ما لقى المايو عندنا بالمحل كمان في يفوت لعنا على الويب سايت معقول يلاقي غير كولكشنز او اشياء ما موجوده بالمحل جميل جدا <applause> طيب ممكن ننتقل شوي للمستقبل شو خطتك المستقبليه وشو رؤيه المستقبليه هلا خطتي المستقبليه ان شاء الله انه ارجع افتح اكثر محلات يعني هيدا اول محل هلا دبي هيلز بس اكيد عم فكر انا افتح بغير مولات وبغير بلاد هلا اوريدي هون كمان نحن بنوزع عندنا ديستربيوشن بنوزع للبنان لقطر للكويت السعوديه والاونلاين تبعنا كمان بيشمل كل البلاد يعني خاصه الميدل ايست بس عندنا كمان زبونات من امريكا من كندا من يورو بس الخطه انه ان شاء الله نتوسع اكثر ونفتح بعد محلات اكثر من هيك يعني. ان شاء الله اتمنى <applause> لك دائما النجاح يا رب توصل للعالميه شكرا شكرا مدام من خلال خبرتك الطويله في مجال البزنس وتواجدك في دوله الامارات شو نصيحتك لاي رائد او رائد اعمال محتملين عندهم طموح ياسسوا عملهم الخاص في الدوله هلا اهم شيء انه ال... انه الواحد يكون بحب اللي عم يعمله، يعني انا عندي آه مثل ما بيقولوا شغف آه لل... لشغلي آه و... ولازم الواحد يكون موجود دائما ب... ب... بمكان شغله، يعني انا بتشوفني موجوده تقريبا كل يوم بالمحل وانا بهتم بالزبونات وانا ب... انا بشوف كل وحده شو بيزبط عليها وشو بيلبق لها آه ولازم تعمل هالكونكشن مع الزبونات تبعولك ليصيروا مرتاحين ويرجعوا على... لعندك على المحل سو so, الشغف مهم الواحد يدرس كمان الكومبيتيشن حواليه يعني هلا مثل نحن بالعصر هلا الاونلاين كتير صار قوي سو so, الواحد بده يعرف كمان انه يفتح شيء سبيشل او شيء جديد يعني لانه مليان صار في محلات ومليان بالمولات اشياء يعني ريبيتيتيف سو so, uh, لازم يعمل ستدي منيحه ويكون uh, موجود بشغله ويكون قريب من الموظفين يعني تبعوا له كمان انه يعتبر واحد حاله انه موظف كمان ما يعتبر حاله رئيس او مدير شغل يعني رائع جدا <applause> اخيرا بدنا نعرف شو السر أن اخترت دوله الامارات ودبي لتكون من بدايتك في هالمجال انا دبي جيت بال يعني تقريبا صار لي 23 سنه هون والثلاث اولاد خلقوا هون وكبروا هون ومنعتبرها مش انه بيتنا التاني يعني بيتنا الاصلي أه ومثل ما بتعرف دبي الامان اللي موجود بدبي منه موجود بالعالم تاني والاوبرتونيتيز اللي دبي عم عم بتقدم لنا يوم كمان يعني بالنسبه للمولات بالنسبه للمحلات الموجوده لفرص الاستثمار يعني لا بيوت لتمتلك محلات يعني هيدي بالنسبه لي كثير 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 اهم من 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 اهم من حيلا آه ودبي كمان تورستيك كونتري يعني العالم اللي بيجوا للسواح وللزوار اللي بيجوا على دبي كمان ما بتلاقيها بغير بلد وهيدا نحنا نحنا لانه زبوناتنا كمان مش بس من من دبي سو بيجينا كثير من برا آه الله يخلينا دبي وحاكم دبي واهل دبي يعني وانا بتشرف انه يكون ساكنه هون شكرا جزيلا دينا نتمنى لك دائما التوفيق وبالنهايه بدنا نخبر المشاهدين كيف ممكن يوصلوا ويتواصلوا مع جاردن فاشن هلا نحن نحن بدبي هيلز مول باول طابق أه وموجودين اونلاين كمان يعني اذا بفوتوا على الويب سايت تبعونا كمان بيلاقونا ومنوصل مثل ما قلنا بنهار واحد كمان everywhere يعني بس احلى انه يجوا على المحل ويشوفوا الكولكشن لايف يعني شكرا دينا ويعطيك الف عافيه نورتينا اليوم بالبرنامج شكرا لكم <applause> الى هنا اعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الاسبوع تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم اي سي الخليجيه وعلى مواقع التواصل الاجتماعي دمتم بخير <applause> وفي امان الله <applause>